أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الإسبوعي ساعة أردنية. يشرفنا لهذا اليوم أن نستضيف السيد نشأت النعيمي، مدير حديقة اليادودة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك ويسعد مساك أجمعين. أهلا بك. بداية حدثنا عن طبيعة عملكم. طبعا إحنا حديقة اليادودة للحيوانات والألعاب الترفيهية، حديقة طبعا مختصة للعائلات فقط، حيوانات والألعاب الترفيهية من جميعها. نعم، حدثنا عن الأقسام بهذه الحديقة. أقسام عندنا طبعا حيوانات من جميع أنواعها، أسود، دببة، نمور، فهود، غزلان، قرود، نعام، أشبال، ألاسكا، بجع، أضباع، كل شيء موجود، زواحف، معرض زواحف، كل شيء موجود. أقسام عندنا سوبر ماركت، كافيتيريا، محل اكسسوارات، مراية ضاحك، رماية، محل حلويات، طباعة على المق، حفر على الصدف، سينما. جميع الألعاب طبعا الكهربائية. نعم، الألعاب الكهربائية طبعا الموجودة عندنا لعبة البرج، من الألعاب من عندك أطفال من البيبي لغاية العمر 100 سنة موجودة. الألعاب طبعا الموجودة مقص، ديسكو، سفينة 70 راكب، سفينة 50 راكب، سلاسل، عروس، جبل الروسي، دولاب، سيارات تصادم، سيارات بنزين، التيك أوف، الشواي، كل شيء موجود. نعم. هل من صعوبات معينة تواجهكم في مجال هذا العمل؟ أكيد الحمد لله رب العالمين، الأمور مستمرة وما في أي شيء، الحمد لله رب العالمين. نود منك رسالة للشباب العاطل عن العمل في ظل هذه الظروف التي نعيشها الآن. أكيد إنه البلد يعني فيها شغل، واللي بده يشتغل بلاقي شغل بيشتغل، اللي عاطل عن العمل هذا عدم مؤاخذة، يعني ما فيش شيء أنا عاطل عن العمل. لو بدك تشتغل أي شغلة في البلد موجودة، بتشتغل اللي بدك إياه وين ما كان بتلاقي شغل. لو بتيجي على حديقة زيك بتقول أنا موظف بدي أشتغل بتلاقي شغل، بتروح على شركات بتلاقي شغل، كل شيء موجود. صحيح. نعم. يعيش الوطن العربي في بؤرة ملتهبة باستثناء الأردن ولله الحمد، تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. نعم. ماذا تعني لك منظومة نعمتا الأمن والأمان؟ طبعا الحمد لله رب العالمين، احنا في بلد الأردن بلد الأمن والأمان، الله يخلينا جلال سيدنا. أكثر بلد طبعا الحمد لله رب العالمين، الناس اللي برا بيحكوا عنا وعن الأمن والأمان اللي عنا، وفضل من الله هذا إشي كثير كثير سعدين فيه احنا وغيرنا يعني. نعم. رسالة تهنئة على جلالة سيدنا، أطال الله في عمره. الله يطول عمره ويخلينا إياه تاج فوق روسنا جلالة سيدنا ويحفظه يا الله بجاه سيدنا محمد. عنوان الحديقة ورقم الهاتف للتواصل. طبعا عنوان الحديقة حديقة اليدودة الحيوانات والألعاب الترفيهية بجانب بند الجمرك اليدودة. أرقام التلفونات الموجودة 077-57-20-46-46. وفي الختام نشكر السيد نشأت النعيمي على حسن الاستضافة، شكرا جزيلا.